تقديم الخدمة الذاتية بدون أي تلامس بشري، وهذه تعتبر من ضمن الخدمات المقدمة من رئاسة الحرام ومسجد الحرام ومسجد الله. الموجود الآن تقريبا 20 ريبوت عالي جاهز إن شاء الله لخدمة الزوار وحجيج بيت الله الحرام إن شاء الله الموسم هذا الحج، والعدد قابل للزيادة بإذن الله إذا دعت الحاجة.